كان كتبان لي انا الا فاش كتكون لعبه لا دوزيام على بروميير وان ريزولتا نول سي ريزولتا لوجيك بالنسبه لي منطقي، ولكن حنا كنا جينا هنا على اساس اننا نديو ثلاثه النقاط ووجهنا فريق عنيد قوي اللي كيحت المرتبه الاولى، جاونا فرص كثيره اننا نسجلوا في نفس الشكل ديال فريق راسينغ بيضاوي توجه فرص كثيره، ولكن كنظن بان سي لوجيك. كنهني اللاعبين على ديال الفريقين على المجهودات اللي قاموا بها في المباراه، كنشكر الجمهور الحضور القوي ديالو في المباراه، وكنتاسف لاننا ما تمكناش اننا نحققوا واحد النتيجه ديال الفوز. سي ان بون سين ملي كتشوف اننا حنا لاعبين في الدار البيضاء ومع الاولى ودايرين التعادل وما عجبناش الحال، اذا ديجا سي بون رياكسيون بالنسبه لو جروب بالنسبه للاعبين، اذا فكل شيء مازال ملعوب. نتمنى ان شاء الله المقابله المقبله ضد فريق اتحاد الزمالك الخميسات ان شاء الله الاخير الا الفوز، لان باش نبقاو دائما في وكان جو سوي تري اوبتيميز بالنسبه لافنيغ ان شاء الله بوغ نطلعوا ان شاء الله. شكرا.